Technoplanète. Information. Clair et net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء تكنو بلانيت، نتمنى أن الكل يكون بخير وعلى خير في إطار تقاسم المعلومات والمستجدات اللي كتهمنا في التقنية وغيرها. قررت نتقاسم معكم واحد المعلومة جديدة فيما يخص الـ ONCF، المكتب الوطني للسكك الحديدية، والخاصية الجديدة اللي دار ديال اختيار الأماكن. ما عرفتش واش طلعتوا على هذه المسألة هذه ولا لا، ولكن الـ ONCF مؤخرا في السيت ديالو ضاف واحد الخاصيه ديال انه مثلا الا كنا حنا بزاف بينا نقدروا نختاروا مثلا البلايص اللي بغينا نجلسوا فيهم. الا كان قطار الاطلس نقدروا نختاروا واش نجلسوا في كومبارتيمون عاديه ولا نجلسوا يعني في هذوك الكراسه ديال الاربعه اللي كيكونوا زوج قبال زوج، او الا كان مثلا البوراق ولا تينيغ داك القطار المكوكي السريع اللي كيكونوا فيهم جوج ديال الطوابق، عندنا الاختيار ديال اننا اولا عندنا الحق اننا نختار واش بغينا نجلسوا في الاسفل ولا في الاعلى. الطريقه كيفاش كتكون هو انه هاد الخيارات ما كيبانوا حتى كنمشيو يعني كنديروا لا ريزيرفاسيون ديالنا، يعني كنعمروا لا غار دو ديبار، لا غار داريفي، الوقت اللي بغينا نمشيو فيه، شحال حنا ديال لي زادولت، الا كان عندنا مثلا شي كارت ديال الفونداسيون كنعمروها وغيرها من الامور. من بعد كنمشيو للصفحه الثانيه او للخطوه الثانيه اللي كيبينوا لنا فيها لا ديسپونيبيليتي ديال التران اللي كاينين، يعني لي تران اللي كاينين اللي كيديو لهداك الوجهه اللي حنا عمرنا، وهذا كنختاروا القطار اللي بغينا. وهذا من بعد منها كنأجوتيو الباني ديالنا هذاك دوك التذاكر اللي اختارينا. من بعد كنمشيو للكونتينيي، ملي كنديروا كونتينيي باش كنمشيو للخطوه الثالثه اللي كنعمروا فيها المعطيات ديالنا كاشخاص حنا كمسافرين، يعني الاسم، اللقب، النمره ديال التليفون، الايميل وغيرها من الامور. تما ملي كنعمروا هذوك الخيارات كنلقاو واحد الخيار جديد انا غادي نسمعوا لكم. انا دابا مثلا هنايا في ما يخص البوراق كاين واحد الخيار جديد سميتو هذا الخيار كازا كوشي. في الاصل كيكون نون كوشي سميتو ان نقص شويه الديبي. اذا قلت هذا الخيار كيكون اصلا نون كوشي الى هبطنا مي بريفيرونس دو بلاسمون. يعني لما قمناش بتحديد هذا الخيار منين غادي نهبطوا مباشره غيعطينا انفورماسيون دو كونتاكت، يعني مباشره غيعطينا نعمروا المعلومات اللي غادي تكون في البطاقه ديالنا، يعني اللي غتكون في البطاقه ديال القطار. ولكن الا صعدنا مره واحده وحددنا هذا الخيار احنا غادي نحدوه باسباس كوشي، غادي نهبطوا بالسهم الاسفل هنا شنو كيقول لك؟ كيقول لك هاد الخيارات ديال المكان ديالك ستؤخذ بعين الاعتبار حسب توفر الاماكن. غادي نهبطوا واحد المره بالفلاش هنا كيقول لك تيب دو سياج، يعني النوع ديال السياج اللي بغينا نجلسوا فيه او النوع ديال الكرسي اللي بغينا نجلسوا فيه. كاينين جوج الخيارات اللي هما ديو كوتا كوت، يعني نجلسوا حنايا واحد ديو ديال جوج الناس نجلسوا حدا بعضنا، يعني واحد حدا واحد، او لا ديو فيزافي، يعني نجلسوا حنا مقابلين مع بعضنا. مثلا تجي البطاقه مثلا فيها الرقم ديالي انا والرقم ديال هذاك الكونجوان ولا البارتنير ديالي اللي غيمشي معايا يكون جالس مقابل معايا ما يكونش جالس حدايا. اذا حنا مثلا غادي نضغطوا على هاد ديو كوتا كوت، كنديروا على اسباس. دابا انا الاشكال اللي عندي هو انه ما عرفتش منين كنضغطوا على هاد لي ليمون كليكابل واش كيتخاد بعين الاعتبار ولا لا مع الانفيديا، ولكن غالبا انه كيتخاد بعين الاعتبار. يعني
كيتخاد بعين الاعتبار هاد لي ليمون كليكابل اللي كنديرو عليه اسباس. من بعد غنزيد نهبط هنا كيقول لي نيفو وكيقول لي سالباس، يعني واش بغيت نجلس في التحت او لا سال هوت، يعني واش بغيت نجلس الفوق. انا الصراحه هذه المساله كانت كتضايقني احيانا، كانوا كيكونوا عندي مثلا ملي كنقطع في البوراق كيجي في الرقم ديالي في لا سال هوت يعني الفوق، كيخصني نبقى نطلع الدروج ونعاود عاود ملي نبغي نهبط نعاود نهبط الدروج، وهذا كانت انا كديرونجيني هذه القضيه. يعني كنت كنحاول انه او لكم كنت منا انه يجي تجي الورقه ديالي في لا سال باس باش من هكا غير نطلع دوك الجوج الدروج ولا هذا ديال البوراق وندخل في حالي المكان ديالي. وزائد واحد المساله اخرى اللي كديرونجيني هي في القطارات ديال الاطلس، انا ما كنفضلش الجلوس في لي كومبارتيمون او لا في هذوك اللي كيكونوا فيهم اربعه اونفاس مع اربعه في وسط واحد هذا، ما كنفضلش ديك الجلسه. انا كيعجبني الجلسه العاديه يعني بحال جوج اونفاس مع جوج ولا جوج حدا جوج. الصراحه هذه المساله كنظن بانها غي تخليني انني نبقى يعني نختار فين نجلس وهذا، وكنتمنى ان هذه المساله يعني هذا الكليكابل هذا يكون كيتخاد بعين الاعتبار ملي كنضغطوا على اسباس بالانفيديا. هذا هو اللي كاين، وبغيت نتقاسم معكم هذا المستجد هذا.